أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: حز 30 طنا من التوابل الفاسدة بمستودع سري ضواحي الجديدة. ولن إلى التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. داهمت الفرقة الجنائية الجهوية للدرك الملكي بالجديدة نهاية الأسبوع الأخير مستودع سريا بتراب الجماعة القروية أولاد رحمون، حيث تمكنت من حز 30 طنا من التوابل المستوردة منتهية الصلاحية وكمية كبيرة من الزيت وسيارة من الحجم الكبير يرجح أنها مخصصة لنقل هذه المواد الفاسدة بهدف ترويجها في الأسواق الأسبوعية. واعتقلت عناصر الدرك الملكي أحد الأشخاص يشبه في ارتباطه بعلاقة مع صاحب المستودع، حيث تم إخضاعه للتحقيق من أجل الوقوف على ظروف وملابسات تخزين المواد المحجوزة في وقت تعرف فيه أسعار المواد الغذائية ارتفاعا صاروخيا بالأسواق. وأصدرت النيابة العامة المختصة تعليماتها من أجل التنسيق مع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطات المحلية وإدارة الجمارك لرصد كل التجاوزات المرتبطة بهذه القضية، سيما وأن الأمر يتعلق بمواد استهلاكية مستوردة. كنتم مع نشرة إخبارية، إلى اللقاء.